صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه عندما كان ينتهي من دفن أحد الصحابة، كان يقول لأصحابه: استغفروا المتوفيكم واسألوا له التثبيت. اللهم ثبته عند السؤال. آمين. اللهم ثبته عند السؤال. آمين. اللهم ثبته عند السؤال. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. حسام لسه ما ظهرش، طارق بيقولوا لسه مش عارفين هو فين. بقاء لله، بقاء لله. مدام سارة جبريل مش كده؟ أيوه. شريف الجوع من الراحة المخدرة. مدام سارة كنت عايزك تشرفيني في المكتب لمدة ساعة، مش هاخد من وقتك كتير. أكيد بتهزر، حبكت دلوقتي يعني؟ مدام باينة وأنا في المدافن ما بكونش مرتاح أبدا، فأرجوك سيبيني أشوف شغل. ممكن؟ هبقى أتصل بحضرتك. شكرا. المفروض تروحي دلوقتي، انا هقعد ناخد العزاء مع الناس. مش هسيب ابني، مش هسيب احمد. عايز اموت واندفن هنا جنب احمد. صحيح. عايز اموت جنبه هنا. انت ست مؤمنه وعارفه ربنا، يا صاحبي مش تقولي كده. احمد سبتني ليه يا حبيبي؟ سبتني لوحدتي ليه يا احمد؟ سبتني ليه؟ ايه ده صحيح؟ ايه ده؟ نسبق على العربية. بقاء لله، بقاء لله يا باشمهندس. شكر الله وسعيك. ضابط شريف. مدام سعد، أنا آسف على اللي حصل في الشقة، بس ده جزء من التحقيقات. عايزين مننا إيه؟ ابني مات قدامك اهو اندفن، عايزين مننا ايه؟ سيبونا في حال ده بقى، سيبونا في حال ده بقى. مدام سعاد، انا مش جاي احقق، انا جاي اعزي حضرتك. وانا مش قابل عزم لحد بيتهم ابني بالمجرمه، مش قابل عزمك. خلاص خلاص يا شريف بيه، العزم بتاع حضرتك وصل، متشكرين قوي. الف شكر. ده نشأة نصر الدين. اه جاي في حياتك يا كريم. حياتك يا بقاء لله. حياتك ما فعلا. الظاهر خالد عرف. أكيد بعد ما أبوه جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. البقاء لله يا دكتور، يجعل مثواه الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا متشكر قوي يا عبد الحميد. لا شكر على واجب. إحنا هننزل نعي صغير بس كده في جريدة الأسرة، يعني عشان الزملاء ياخدوا ثواب العزاء. يا سيدي كتر خيرك والله. هعتبر العزاء وصل. وعلى العموم أنا متشكر قوي لتعبك. أستأذنك بس عشان ألحق السكشن عقبة. قاسم السكشن فاضل عليه شوية، وإحنا إن شاء الله ناويين نصلي العصر يا جماعة. يا ريت يعني تيجي معانا وهو ندعي لأخوك الله يرحمه. طيب أستأذنك بس دقيقة، دقيقة يا عبد وهحصلك على المسجد على طول بعد إذنك. البقاء لله يا محمد. الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل يا مريم. طب أنت مش محتاج أي حاجة؟ أكيد طنط تعبانة قوي. ربنا يخليك يا رب، متشكر. هي بس الخطفة خدتها شوية، محدش أصله كان مستني حاجة زي دي تحصل. اه عبد الحميد وقف النهارده في المحاضره وعمل اعلان عشان العزاء. تفتكريني ان انا داخل على باب الكليه والناس عماله تعزيني، وانا اقول لحقوا يعرفوا امتى؟ اه ده قال لي كمان انه عايز ينزل نعي في مجله الاسره. هو نيته كويسه وهو ده المهم يعني. مريم هو
ازاي حد ممكن يختفي من حياتك كده فجأة؟ ادعي له يا محمد، ادعي له. أنا هروح أصلي معاهم وهدعي لهم، طب أشوفك في السكشن بقى. عليكم السلام. أنا داليا، اعمل نسكافيه. داليا نسكافيه. يوه اقطع عليا الشات بقى عشان كوباية نسكافيه. اللي هي أختي؟ شات، بكلم عمر ابن خالتي على الفيس. هو انت ليك اهل اساسا؟ فيس ايه؟ وريني كده. ايه ده؟ شاكيرا؟ ايوه شاكيرا. امال ماله ايه وبتاع ايه؟ هو عمر ابن خالتك ده ما شافكيش بقاله كام سنه؟ يجي ست سبع ثمان سنين كده اهو. ست طبعا ليه حق. قومي يا داليا اعملي نسكافيه يلا. على فكره انا زهقت، نسكافيه وشاي وقهوه، وصاحبك اللي جوه اللي بعتني اجيب له سجاير. ايه ده؟ مين اللي جوه؟ انا عارفه صاحبك مين، ما انت كل يومين دلوقتي في المكتب بينط لك صاحب، بكره يجي لك بنات وتبقى زيطه. خلاص يا داليا اعملي نسكافيه، اعملي بلاك بلاك. رياض الحوض الباقي ده فيه. معلش يا اسطى، في واحد صاحبي لسه كان ميت من يومين والنهارده كانت جنازته. الله يرحمه يا شمجلي. انا لسه عارف امبارح بالليل اول ما وصلت. يا حسام ما جتش الدفنه ليه؟ في يا حسام؟ في شطاره بس بصراحه كده انا ما كنتش مصدق. بعدين ما هنش عليا اشوف اسف في المنظر ده. تصدق بالله انا عندي احساس انه ما ماتش، وفجاه زي المسلسلات هيقلب تاني على وش الدنيا. ما انت عارف مجنون. مجنون هو المجنون دلوقتي بيشتغل في تجاره المخدرات مش كده؟ مخدرات دي كمان مش عارفها ولا ايه؟ كتاب الله ما اعرف يا ابني. طب والنيابه؟ نيابه يا شمرلي. نيابه يا شمرلي؟ انت مش كنت شريكه؟ يبقى اكيد ليك دخل في الموضوع ده. زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. لا شريكه بس اثبت بقى يا معلم، حللوا دمي، شرحوني، اللي لاقي في نغشيش ريحه المخدرات يبقى ليك كلام. انا نضيف يا شمرلي. نضيف يا شمرلي؟ انت عبيط يا ده ولا ايه؟ شغل الارقصات بتاعك ده مش هيطلعك من قضيه زي دي، ولما انت مالكش اي حاجه هربان منهم ليه؟ بقول لك يا حسام، انت جاي عندي ليه؟ جيت عشان اشوفك. تشوفني؟ انا اعرفك دلوقتي بقالي 15 سنه، عمري ما شفتك مره في حياتي الا كنت قاصدني عشان مصلحه. من الاخر كده يا حسام، انت عايز ايه؟ والله العظيم جاي اشوفك بس. النسكافيه. تشرب حاجه رابعه يا بيه؟ داليا حطوا ضيوف اللي جوه، شوفي حد يهويها ويروقها. استاذ حسام يقعد معانا شويه. يلا شوفي حد يهويها، هوينا. حالتك كويسه؟ احسن. بقول لك ايه يا انور، انا كنت عايز اتكلم معاك دقيقه. طيب يلا نطلع. اتفضل. انا كنت عايز اسال، هو الجنين اللي في بطن فرح ممكن يعيش في ظروف فرح دي؟ هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، عشان كده حاطين كل الغذاء لفرح من خلال المحاليل. طيب انا اسف يا انور في الكلام اللي هقوله لك، بس انا قبل ما يكون ليا وضعي ومكاني قدام الناس انا اب يا دكتور، والظروف اللي احنا فيها ما تسمحش بالوضع ده. انت عايز تقول ايه يا محمود؟ عايز اقول، هو احنا ممكن نعمل عمليه اجهاض؟ اجهاض؟ يا راجل حرام عليك، ده احنا بنعمل كل ده عشان الجنين يعيش. ايوه انا فاهم، والله فاهم، بس انا مش متاكد من الاب. لو كان اللي توفى ده هو الاب يبقى حرام طفل يعيش بالشكل ده. محمود انت راجل تعرف ربنا كويس، وعارف ان اللي انت بتطلبه مني ده هو عين الحرام. انا طبعا ما اقدرش افتي في الظروف دي، لكن برضه ما اقدرش اعمل عمليه زي دي. وبعدين يا اخي انت مستعجل ليه؟ ما تستنى شويه، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. خليها على الله شويه يا محمود، خليها على الله. ونعم بالله. انا اذنك انا هروح لفرح.
تحت امرك يا باشا. اقوم مدام ليلى موجوده؟ ثواني اشوفها لحضرتك فوق على المكتب. اتفضل. نقول لها مين حضرتك؟ شريف الجوهري، هي هتعرف. ماشي. مدام ليلى في ضيوف تحت عايزين. شكرا يا عم سعيد. أستاذ شريف. مدام ليلى. مرتين في يوم واحد، إيه الحظ ده؟ إزيك؟ الحمد لله. أنا بجد آسف اللي فعلت أوي، بس أنا شرحت لك أنا في المدافن بكون عامل إزاي. أتمنى حضرتك تكون فهمت رد فعلي، إنه كان بسبب إن كل حاجة ليها وقتها ومكانها. أكيد. أحمد قاسم كان بيقضي وقت كتير هنا. كان بيقضي وقت كتير هنا ولا لا؟ هو كان صاحب مكان يا أستاذ شريف. بصي مدام ليلى، هو كل ما تكوني صريحة معايا أكتر وواضحة أكتر، كل ما هتخلصي مني بسرعة وهتستريحي مني. أستاذ شريف أنا ما عنديش أي حاجة أخبيها، أمرني. ماشي. أنتِ بقالك تعرفي أحمد قاسم قد إيه؟ أعرفه بقالي 5 سنين. كان صاحب جوزي قبل ما ننفصل. خالد نشأت نصر الدين. كان زميله في المدرسة. هو حضرتك لسه عندك أسئلة كتير صح؟ شغل. تشرب حاجة؟ مية. سمر عايزة فنجان قهوة. اتفضل معايا. هقول لك بقى. أحمد قاسم كانوا بيقولوا له إكس. أنا اتعرفت عليهم تقريبا كلهم في نفس الوقت. هو انت هتفضلي مكشره في وشي كده كتير؟ بابا عمال يكلمني، لازم اروح يا فرح. تروحي فين؟ انت ناسيه ان انا بقيت عندكم. انت هتروحي معايا، انت اصحابك بقى لهم ساعه بيقولوا انهم جايين ولاطعيننا ومحدش جه. جايين من مصر الجديده والدنيا زحمه، وبعدين باكوا ايه خطوتين من هنا، في ايه يعني؟ اقول لك كلمي ابوك كده قولي له اي حاجه. مش هكلمه يا فرح. هو ده اللي بيتكلم؟ طب اقول لك ما ترديش عليه. فرح بطلي يضرب عليا. انت ما سمعتيش تليفون. بس خلاص مفيش تليفون. فرح. ايه ده؟ اكس. هي بقى يا فرحوطه. الاخبار؟ ازيك يا اكس؟ عامله ايه؟ ليلى؟ اكس. احمد صلاح اسمي. يعني اكس. ليلى عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه يا رأفت. مصر امانه في ايديك على الجبهه. جبهه ايه مجنونه انت؟ على النعمه انت تعمل لك جبهه لوحدك بحلاوتك. مش معقوله الركنه بقت صعبه قوي. الروح كوكي كريم جورج. ليلى ده كوكي بقى حب السنين حبيبه قلبي حياتي. والله القعده الحلوه دي هتوحشني والخلق اللي تفرح دي. ليه هو انت رايح فين؟ مسافر؟ مسافر هتنفي بعيد عنك. الاستاذ لبس جيش. ايوه لبست جيش. فيها ايه؟ حاولت اسقط تاني نجحوني. لا 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 مش عجباني لغه الحوار اللي بينكم دي خالص. مفيش حاجه اسمها لبست جيش يا هانم، اسمها سينال شرف الخدمه في الجيش. ايوه مثل تبدل تاخد انت الجيش وتديني الشغل عند ابوك. يا عم صدقني انت لو اشتغلت مع ابويا ده اسبوع واحد بس هتجري على الجيش ده جري كانه حلم حياتك. طب بقول لكم ايه؟ خالد فين؟ بيركن وباقي. بقول لك ايه يا لوزه؟ تيجي ناخد كده لفه في المكان على اساس يعني ان انا صيادك. تصيدني؟ انت هتصيع على مين يا هلا؟ مش عايز تتمنظر بيا على مين؟ ها؟ مش مهم يعني اي حد وخلاص. ماشي اتمنظر بيك وتتمنظر بيا. يلا صاحبي برضه. يخرب بيت ام البنات اللي مبوظين الواد في نافوخه. هموت واجوزه. ما عندكش عروسه للاخ؟ ايه ده انت بتشتغل خطبه بالليل ولا ايه؟ لا هو بسطرهم بدل ما هم دايرين على حل شعرهم. والجواز هو الحل صح؟ يا ابني الخيانة دي والصياعة دي مرض ما بيتحلش كده بالجواز. ايه الفاتي الاوفر ده؟ مفيش كده اصلا في الدنيا. اللي بيحب حد ما بيشوفش غيره في العالم. انت بس اللي شكلك ما حبيتيش قبل كده. يا سلام انت ما تعرفنيش وبتحكم عليا. انا هاجي اتكلم من عندي باين عليك مكتوب على وشك. اتفضلي ادي اول واحد لازم يا اما يجوزوه يا يقتلوه عشان يرحموا بنات الناس منه. شفتي بنت السندي عملت التاتو فين؟ شفته؟ بنت لذينه ولا فارق مع امها. بس بقول لك ايه انا هصورها على الفيسبوك وافضحها. طب انا هستاذنكم معلش اتاخرت. طبعا استني يا ليلى. فرصه سعيده جدا. قول لفرح ان انا سايبه لها المفتاح في المكان اللي هي عارفاه. طب استني طب هاجي معاك اوصلك. طيب مين دي؟ مين اللي كاتب الوزاره؟ يخرب بيت ام لسانك. حاسب يعني حضرتك وفرح طلبي لي لسه اصحاب؟ بقى لنا فتره ما بنشوفش بعض. انت عارفه انها كانت ورا احمد قاسم على الموتوسيكل؟ عرفت. تفتكري كانت ورا ليه؟ مستنياك تقولي. انا ما اعرفش. انت ما رحتيش تزوريها في المستشفى؟ ما عدتوش صحاب؟ أنا وفرح كنا أصحاب فترة. أنا وخالد اتجوزنا بعدنا عنها.
هو خالد فين؟ آخر مرة اتكلمنا كان من 3 شهور. أظن كان في لندن. أحمد آسف ما جابلكيش سيرته. أحمد بعد ما راح الكامب بتاعه محدش بقى يسمع عنه حاجة، بس عادي جدا تلاقيهم هما الاتنين كانوا بيتكلموا، كانوا زي الإخوات. في حاجة؟ لا مفيش. أنا آسف إني بزعجك، بس أنت عارفة أنا بعمل ده لصالحنا ولصالح أحمد آسف. الله يرحمه. الله يرحمه. نكمل كلامنا وقت تاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه رأيك يا ست الكل؟ أعمل لك فنجان قهوة مظبوط يعدل دماغك من البن المحاول بتاعنا، ولا أجيب لك نسكافيه من بتاعك و... ربنا يخليك يا عم سيد، أنا كفاية عليا قهوة النهاردة ومشي دلوقتي كمان شوية. بألف سلامة يا فندم. تقوليني بأي حاجة؟ ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. رد بقى يا طارق. يا ريس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه، عايز الباشمهندس صلاح. هو مش موجود، في حاجه يا باشا؟ مش موجود. طب انا هنزل الموتوسيكل ده وبكره هاجي مضيع الموتوسيكل استلام الكرتونه دي. ماشي خلاص تحت امرك. فك يا محمد. الباقية في حياتك يا ست هاني. حياتك الباقية. ده حال الدنيا. الحمد لله. من 3-4 ساعات كده في جماعة مخبرين جم وجابوا معاهم كرتونة والموتوسيكل بتاع. إيه اللي جاب النيلة والزفت ده هنا؟ أنا ما استلمتوش منهم يا هانم، أنا ما عرفتش أستلمه منهم بصراحة، بس فيهم واحد اسمه عطا خد نمرة حضرتك وهيكلمك وهيجيلك بكرة إن شاء الله. ماشي. طيب يلزم أي خدمات؟ آه شكرا. طيب. السلام عليكم. السلام. تعالى كيمو اقعد اقعد. بص بقى يا كريم، انا طول عمري بتعامل معاك على ان احنا اصحاب ومحدش بيخبي عن التاني حاجه. مظبوط ولا انا غلطان؟ صح. عبير بتقول لي انك طلبت من بغدادي يشتغل على اعمار نشأة نصر. انت عملت كده يا كريم؟ مظبوط. ليه؟ لان انا بغبائي توقعت ان الراجل اللي اسمه نشأة نصر الدين ده بعد ما بقى وزير الاسكان انه يهتم اكتر بالناس، يهتم اكتر بالشعب، لكن انا كنت حمار مش فاهم. بيقول لي عايز الصفوه، الصفوه وبس. براحتك، محدش ضربك على ايدك، المهم انك تبقى مرتاح في الشغل. على سيرة الراحة بقى، في واحد من الفراشين قال لي انه لاعب سجاير حشيش في مكتبك. وامبارح مباحث كانوا هنا بيسألوا عليك عشان صاحبك أحمد قاسم طلع تجري كوكايين. إيه بقى؟ ساكت ليه؟ أصل إيه بقى دي بتفكرني بأحمد قاسم. الله يرحمه كان دايماً بيقولها. ماشي. وأنت هترد بقى ولا أبعتك معمل يحللك؟ نعم. معمل ايه اللي يحللي؟ انت فاكرني في ثانويه عامه يا بابا ولا ايه؟ خلاص لو مش عاجبك كلامي دافع عن نفسك. ادافع عن نفسي اقول ايه؟ انت بتتهمني ان انا بشرب مخدرات وبتتهم صاحبي اللي لسه ما اتثبتش عليه انه تاجر مخدرات؟ يا ابني هو انت فاكرني ان انا بتبلع صاحبك احمد قاسم ده؟ انا فتح له بيتي من وانتوا صغيرين سوا في المدرسه، ومامتك الله يرحمها كانت بتحبه، بس انت ما عندكش اي فكره على البلاوي اللي كان بيعملها. واقعد انا بقى كل شويه اتذل قدام ناظر مدرسه او مدير نادي عشان اطلعك. أنا يا ابني مش عارف أتذلل قدام محكمة ولا قدام قاضي، افهم. فاهم. وما تخافش، أنا مش هخليك تتذلل ولا قدام محكمة ولا قاضي. أي هوب سو. ها جاهز يا محمد عشان أوصلك؟ أنا خلاص خلصت يا مريم، أنا هلم حاجتي واحدة. طب أنا كتبت لك المحاضرة بتاعت الصبح، خدها بقى صورها وهاتها لي بكرة. أنا متشكر جدا بجد يا مريم، مش عارف أقول لك إيه. إيه يا عم أنت؟ مالك بقيت فورمال كده ليه؟
في ايه يا محمد؟ انا عمري ما فهمت احمد كان بيفكر ازاي. زمان لما كان بيجي البيت ومعاه فلوس كنت بساله واقول له ايه يا اكس جبت الفلوس دي منين؟ كان يقول لي مالكش دعوه ياض. انا حاسس انه انا ما بقتش فاهم حاجه بصراحه. خايف افهم اتحصل على اخويا اكتر. دكتور اسف. ازيك؟ اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. استاذ شريف ضابط مباحث مريم زميلتي في الكليه. اهلا وسهلا. انت ما وراكش حاجه ممكن ندردش شويه؟ طب انا هستناك في العربيه. طب يا مريم انا هحصلك على طول. اوكي انا اذنك. اتفضل. والدتك عامله ايه دلوقتي؟ احسن الحمد لله، احسن شويه. بالمناسبه انا بشكر حضرتك علشان جيت الدفن. بص يا محمد انا مقدر الموقف ويا ريت تعتبرني صاحبك. يا ريت تتكلم معايا عادي. احمد الله يرحمه كان بيحبك. أنا عمري ما حسيت أحمد في البيت كأنه أخويا الكبير. أحمد كنت بحسه أبويا. أحمد بالنسبة لي كان صراحة قاسي. كان بيخاف عليا جدا. لما هو كان في الثانوية عامة أنا كنت لسه عيل في خمسة ابتدائي. كانت الناس دايما كلها تقول له إيه يا أبو حميد؟ إيه إكس؟ ناوي على إيه؟ هتعمل إيه؟ كان بيقول لهم إنه هو ناوي يخليني أحسن حد في الدنيا. ولما انا دخلت ثانوية عامة كان هو في الجيش. بتعلي صوتك عليا؟ ما هو اللي بشوفه بيجرالي في البيت ده. حرام عليك يا بابا، البيت ما فيهوش مليم. فوق يا بابا، الارض راحت خلاص. اخلص، دي ارضي وحقي. ايوه بس احنا جنب البهدل. صلاح يا صلاح، انت يا احمد في ايه؟ الناس سامعيننا هنتفضح. خليهم يسمعوا، هتسمعوا ابن الكبير وهو عمال يزعق في ابوه فاكرني عيل من العيال الصغيره اللي بيسرح معاهم. الباشا بيحاسبني على الفلوس اللي بصرفها في القضيه وفي المحاكم. مش عارف اني بعمل ده عشان مستقبله ومستقبل اخوه. انا هو مستقبل ده؟ عايز تقف قدام الحكومه؟ عايز ترفع قضيه على البلد؟ انهي مخ في الدنيا يقول كده؟ وما اقفش قدامهم ليه يا ابني؟ ده حقي. حقك حقك، حلني بقى. ايوه حبيبي شوح لي وانت ماشي، شوح لي ابوك. خلاص بقى يا صلاح خلاص. يا ابو حميد. ايه بقى؟ ايه يا اكس؟ بتضحك كويس ولا سرحان وبتهجص؟ لا والله ده انا قاعد بقالي ساعتين على الكتاب اهو زي ما انت شايف. ياض مش بالساعات قلنا، بالتركيز. فتح مخك والنبي ما تعملش زيي، انا اشتريت دماغي من الاول ولبست. يا ريتني كنت عرفت اشتري دماغي زيك من زمان يا اكس. اوعى تفكر كده، يعني عاجبك قوي اللي انا فيه؟ عاجبك قوي اللي انا فيه؟ وايه اللي انت فيه؟ هو مين في الدنيا ما يتمناش يبقى احمد قاسم؟ يخرب عقلك يا حمار، انت مصدق الزفه والناس اللي ماشيه ورايا دي؟ يا ابني كل ده فاكس، اول ما الواحد يقع ولا يتشد الناس دي كلها هتنفط. انت لنفسك يا حماده. ولا انا ولا ابوك المجنون اللي بره ده ينفعك. انت لنفسك وبس، انت فاهم؟ ايه توريني بتذاكر ايه؟ ده بيولوجي. ايه الكتاب ده كله يا ابني؟ من فين ملزمت الدرس؟ لا درس ايه يا اكس؟ انا ما باخدش درس بيولوجي. نعم يا حبيبي؟ ما بتاخدش ايه؟ عايز تعدي وتقفل بكتاب الوزاره؟ انت عبيط يالا؟ ما انا هفهمك يا اكس هفهمك. اصل انا قلت لماما وهي قالت لي هقول لابوك ولما يشوف هيبقى يرد عليك. اسمع، بكره تروح السنتر اللي جنبنا وتشوف احسن واحد بيدي البيولوجي بتاعك ده وتقدم معاه. بكره اول حاجه تعملها. سامع ولا اديك على بوزك عشان تفتكر؟ ما هو انا اكس لازم ادفع الاول عشان اروح اقدم. لا لا ما تقلقش، السنتر ده خيرنا من غيره. انا هكلم محمود عشان يحجز لك دلوقتي. عارف لما رحت سامع فيك ايه؟ عارف لما رحت سامع فيك ايه؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف عارف. انت احسن من اكس الف مره. أحمد أنا بحبك أوي. وأنا كمان بحبك أوي. امسك نفسك يا دكتور، مفيش راجل بيعيط. أنا آسف. حصل خير حصل خير.
هو احمد كان خلاص كفايه عليك النهارده عشان تلحق صحابك. يلا طيب حضرتك عايز مني حاجه تاني؟ لا لا ما عاوزك هكلمك. السلام عليكم. دكتور آسف ركز في مذاكرتك ومالكش دعوه بحد. يلا دكتوره مستنياك. على اذنك. اتفضل. يا حسن ايه الاخبار؟ يعني لا 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 انا عايز اخش المكتب الاقي حسام المصري مرسوم قدامي. زمان البوليس دلوقتي بيدور عليك. بقول لك يا عم طارق انا مش ناقص نايمه ما توترنيش اكتر من كده. في ايه يالا؟ انا معاك مش عليك. انا مش عايز محمد طارق. مش عايز ادخلك في موضوع انت مالكش علاقه بيه. ما بقى ليه علاقه خلاص ما انا معادك عندي في البيت اهو. يعني لو طبوا عليا هيبقى اتدخلت معاك رسمي. ما تخافش يا عم طارق مش طول عليك انا. يومين كده بس ادبر اموري واخلع من هنا. وتخلع ليه؟ لما انت ما عملتش حاجه اساسا. خايف من ايه؟ خايف ان احمد قاسم لو طلع بتاع مخدرات انا هلبس معاه. ولو حلفت 100 مره محدش هيصدقني. وحتى لو طلع ان ملوش علاقه، اللي عمل فيه كده اكيد هيعمل فيا كده، وانا يا طارق مش هستنى واقف اتفرج. يا اخي الاوضه دي ياما لمت. فاكر الواد قاسم الله يرحمه لما كان بيجي نقعد نذاكر هنا؟ يا اخي عمري ما فهمت، عمري ما فهمت. كان بيجي يذاكر معانا ليه؟ والله كان بيقول لي الوحده. كان دايما يقول لي انا حاسس ان حواليا ناس كتير. بس دايما حاسس ان لوحدي. دلوقتي فهمت بقى ان هو كان تعبان في نافوخه. اه والله اصل انت ما تعرفوش. انا فضلت معاه سنين صبح وظهر وليل. فجأة بيتكلم بشخصية مرة واحدة تلاقيه بقى واحد تاني خالص. انت في ايه بتبص لي كده ليه؟ حسام يا مصر آخر مرة هسألك. أنت ليك علاقة بالمخدرات اللي هو في الكامب؟ ماشي كنت عايزك في موضوع كده. ايه ده يا ترى مين طالبين بيرة دول ولا ايه؟ مساء الخير كملت خش خش. استاذ طارق موجود؟ ايوه موجود. ووطي حسك عشان محدش من الجيران يسمعك. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا طارق عامله ايه؟ انت فين يا عم؟ انت قلبتها اداب بقى شفتات بالليل ولا ايه؟ اداب ايه وزفت ايه؟ يلا روحي يلا مش خلاص شغل يلا روحي. يوه هو المكتب يعني لما يبقى له حس كده هو انه يبقى حلو تمشيني فلح بس تقعدي مع عم حسين وعم جمال وخيريه الغضبانه. خيريه الغضبانه؟ مين خيريه الغضبانه دي؟ انا عارفه بقى عموما انا كنت ماشيه اساسا كده كده ما تنساش تطفي النور ماشي؟ ماشي؟ انا مش عارف مين اللي شغال عند مين انا مش عارف. ده ايه الكيان ده؟ دي اللي لقيتها يا ليلى على قد فلوسي حاجه 300 كده. عامله ايه يا ليلى؟ انت اللي عامل ايه؟ انت فين؟ بكلمك من الصبح وببعت لك مسجات انت مختفي ليه؟ في ايه؟ ازيك يا لولا؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ خلاص؟ عملت اللي في دماغك؟ ارتحت؟ موتته وخلصت منه؟ بس كتر خيرك انك انت ما جيتش الجنازه، على الاقل طلعت راجل جونتي. ايه رنتي في اي كلام ملوش لازمه، لحد ما عندك ده يوديكي في 60 داهيه. انت عارف كويس قوي انه مش عند، انت عارف ان انا عندي حق، وانت السبب في كل ده، انت اللي دخلته في موضوع الكامب وخليته يسيب البيزنس الناجح اللي هو كان عامله معايا. ايوه طلعي كل السواد اللي جواكي كمان. حسام استنى يا طارق. انت اللي همك احمد قاسم ولا حسام ولا زفت؟ انت كل الحركة الشركه اللي كانت هتبوظ والفلوس اللي راحت منك اتكلمي ما تخافيش ده طارق مش حد غريب. انت من الواضح ان من كتر القرف اللي جواك انت فاكر الناس كلها بقت زيك. انا على الاقل ما رحتش اتفقت مع محمود الترابيلي على احمد قاسم. محمود الترابيلي؟ ايوه طبعا الاستاذ راح اتفق مع محمود الترابيلي. انت فاكر ان قاسم ما كانش هيقول لي ولا ايه؟ انت مش صاحبه الوحيد على فكره يا حسام. ايه يا حسام؟ ايه علاقه الترابيلي بقاسم؟ الترابيلي ايه؟ هو قاسم ده حواديته ما بتخلصش حتى وهو ميت يا اخي. ليلى ايه موضوع الترابيلي ده؟ ما تسال الاستاذ. ايه يا حسام؟ ما حد يقول لي. ايه الاخبار؟ في واحدة سعادتك جت من ساعة مع حسن بيه ومستنية حضرتك في المكتب. عند جوه؟ ايوه يا فندم. مدام سارة. أنا آسف، فعلاً آسف. بس أظن جو التحقيقات ده مش جديد عليكي، مش كده؟ كده بس انا اول مره اجي مباحث مخدرات انا متعوده على السياسه. مفيش فرق الاثنين ادمان. في فرق كبير بين انك تدمن حقوق الناس وانك تدمر فيهم. لا 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 مش هنتكلم في السياسه. مدام ساره انا سالت كريم جوزك على مكالمه يوم الثالث الصبح
لما عرفت انها من تليفونك ما رضيتش اقول له على مكالمات الشهر كلها. ست سبع مكالمات في اليوم مش كتير شويه على صاحب جوزك. شرب ميه. مش كتير على حد زي قاسم. كفايه انه كان صاحبنا الوحيد. كان بيسمع لنا كلنا. لما كنت تتكلم معاه كانك بتتكلم مع نفسك بالظبط. ولما كان الكلام بيخلص كان الرد بيبقى وصل خلاص. وايه الرد اللي كنت مستنيه من قاسم؟ قرار جوازي. كان صح ولا غلط؟